تذكر هذا الحوار العظيم الذي دار بين الله عز وجل وبين إبليس. ماذا قال إبليس؟ قال: وعزتك يا رب لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. شوف شوف التحدي، أن يغوينا ما دامت أرواحنا في أجسادنا. فماذا رد الله عليه؟ قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. يلا صلح اللي تبغاه يا إبليس، ما دام يستغفر لأغفرن له. هنا أنت تحب الاستغفار ولا لا؟ لأنك تدري أنه يقربك من الله عز وجل.